أهلا وسهلا فيكم بموسم جديد من سنابل نيوز. أنا جينيفر. وأنا غادية. هاي، معكم كارول من سنابل نيوز. عم بتروح من راسي. معكم شداي من سنابل نيوز. أركانسيال شو هي؟ لا بدي أقول جمعية. إنه ننظم وقتنا أمر مهم، لأنه في حال غاب التنظيم من حياتنا الفوق. من كل الأعمار شاركوا بالآيس باكيت تشالنج. خلونا نشوف بعض المشاهير كمان شاركوا بهذا العرض، بهذا التشالنج، بهذا التحدي. بس فينا أقريها مرة قبل ما أصحابي، خلونا نكون عم ندعم جمعية أرخاصية. إنه ننظم حياتنا أمر مهم، لأنه في حال وقتنا. ماريا داغر اختبرت أمور مميزة بحياته حياته. وما بننسى صوركم ورسائلكم يلي أرسلتوها، رسومات شو بعد. تأسست جمعية أركانسيال سنة 1985، وهدفها كان إنه بعد تقضى هيدا الشيء إنه خلص. مرحبا رومي، وكمان زميلتنا جوع الخراط يلي رح تعلفنا. هاي، معكم كارول من سنابل نيوز. كشافة لها تأثير على الفرد والمجتمع من خلال نشاطاتها وتدريباتها. خلونا نتعرف أكثر عن الكشافة مع مدرب قائد. يلا مدرب الكشافة، هاي أول مرة بعملها بكل تصوراتي. خلونا نتعرف أكثر عن الكشافة مع الدكتور. هاي، معكم شداي من فريق السات 7 كيدز بمصر. حبي يعيد العيد الثامن للسات 7 كيدز على طريقته الخاصة من جمهورية مصر للعربية. هاي، معكم شداي من سنابل نيوز. النفايات هي مشكلة بيئية بتؤدي لتطور. فريق السات 7 كيدز بمصر حب يعيد العيد الثامن للسات 7 كيدز على طريقته الخاصة. فرشة عب عيد. اليوم بهذا الروبورتاج رح نتعرف أكثر عن هذا الرياضة ونشوف شو هو. كانت حلوة. خلص اوكي. تأسست جمعية أركانسيال سنة 1985 وهدفها